غادي ندير تروي من مغناطيسي لهذا الراجل في مدينة تمارة وغادي حل عينو فؤاد أبي رقراق. شلا هي بلي بغي يجرب تنوي مغناطيسي كيف ما كتشوف هو معايا اليوم بغيش يجرب تنوي مغناطيسي ان شاء الله. ها قرب عندي شويه بغيش يجرب تنوي مغناطيسي ان شاء الله. وفي هذه الاثناء كان جاكو الواد ابي رقراق وفي نفس الوقت كان دخلوا في تلويم عميق. ديك الحاله كثر اكثر كتزيد تدخل في ديك الحاله الا صوتي وكلامي فقط وما حد كتسمع صوتي ولا اي صوت داير بينا كتزيد تدخل في ديك المرحله ديال السيرك. دقيقه ديال الوقت غادي تحل عينيك من هنا دقيقه غادي تحل عينيك. صاحبي صاحبي فينا واخا تكون معايا خايف خويا فينا فينا هو صاحبي وفين غا فينا انا فينا انا بصح فين غادي بيا انا فين غادي انا فين غادي بيا صاحبي فين انا صاحبي فين غادي بيا فين غادي بيا فين غادي بيا صاحبي وفين غادي بيا الزباط. رجعنا اخويا عند ولادي اخويا الله يرحم الوالدين رجعني عند ولادي اصاحبي ورجعنا عند ولادي فين غادي اصاحبي رجعنا اصاحبي تفاهم كنبقى تشكشكش دابا انا رجعونا اصاحبي غادي فين هو خالد. اوف نعرف راسي دابا انا فين دابا انا فين وفينا ما فهمت والو ما فهمت والو فراسي والو ما فهمت حتى شي حاجه ما فهمتها انا فهمت عرفت راسي فين كاين دابا انا نعرف راسي فين كاين عباد الله. كان معايا خالد وكان معايا خويا وسر لي خويا وانت هازني في هاد الفلوكه فين انا فين اصاحبي رجعني اخويا الله يرحم لك الوالدين عند وليداتي الله يرحم الوالدين. واش ديك اللحظه فاش كنتي ناعس واش عاقل على شي حاجه؟ لا عاقل حتى شي حاجه دابا انا اللي غالب في الامر انا كنت في تمارة حتى وليت هنا في البحر هنا في الرباط هنا ولا سنه ولا ما عرفتش فين وليت هنا دخلت انا السيد تنقول لي انا فين تجي تشوف فيا ما بغى ما كون غير تيبين لي شي حاجه تيضحك واش عندك انت راسي وسط وسط البحر خير كنا نضحكوا تما خلينا نضحكوا تما جيني حتى لهنا صاحبي انا صاحبي غير عادي. سمح لي يا عمي الخليل سمح لي.